الدار اليوم زاد عطانا واحد الدفعه ايجابيه ان شاء الله باش نمشيو في هاد لاكان مزيان. 3 بوين اللي خدينا اللي ما كانش سهله، والمقابله الجايه حتى هي ما غتكونش سهله، يعني كلشي غيقارع على باش يتاهل المربع الذهبي. كنتمنى ان شاء الله في المقابله الجايه يكونوا البنات حاضرين بنفس التنافسيه، يكونوا واجدين ويكونوا في نهار ان شاء الله، باش ان شاء الله نضمنوا تأهل الربع النهائي ان شاء الله ونقول الكلمه ديالنا في هاد لاكان. صراحه تفاجئنا بحضور الجماهير، هادشي اللي ما كناش كنلعبوا قدام الجمهور، كانت الكره النسويه اللي كان شويه مهمشه، اليوم بين لينا الجمهور انه بغى يساند الكره النسويه وبغاها تطور، وبغى الكره النسويه تنافس على الصعيد العالمي. كنشكر الجمهور اللي حضر اليوم بكثره، وكنهديو اليوم هذا الفوز. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.